وينضم إلينا الزميل عصام العباري كما قلنا في مقدمة الحلقة من الدار البيضاء لينقل لنا تفاصيل نادي نسوي يكون النساء وأيضا يوفر للأطفال التعليم الأول. يا عصام مرحبا بك ولك الكلمة تفضل. مرحبا بك نوفل، مرحبا بالمشاهدين الكرام والضيوف الافاضل. اليوم غنسلطوا الضوء على النادي النسوي الازهار بعماله مقاطعه الحي الحسني. هذا النادي هذا اللي تم الانشاء ديالو من قبل المبادره الوطنيه للتنميه البشريه بشراكه مع وزاره الشباب والرياضه، واللي كيستهدف المراه والطفل. تقريبا ازيد من 150 طفل اللي كيستافد من الروض ديال هذا النادي، وكذلك ازيد من 80 امرأة كتستفد من التكوينات المتعددة اللي كنا في هذا النادي. بغيناكم تبقوا معنا في جولة اليوم. صيف هادي ما تتصيد جدي شوية لالا، ما شاء الله عليك، شفناك على انك الحداقة. شحال من عام وانتي في هذا الصف؟ عندي سنتين في هذا النادي النسوي. فاش جاتك الفورماسيون اللي كيعطيكم هاد الناس؟ لا تبارك الله، فورماسيون تبارك الله، كل واحد كيقلب على المعرفه، وحنا جينا لهذا السونتر باش نقلبوا على المعرفه، الحمد لله لقيناها. خليك على انك تختاري على انك ديري التكوين في هاد السن. الحب ديالي لهذا الدومين من الصغر الحمد لله، هو اللي كيحفزني عام على عام دائما نبحث باش نقلب دائما على الجديد، ونحاول حتى انا ما امكن نكون امراه اللي هي عامله وغير عاله على المجتمع، ونحقق حتى انا الذات ديالي في المجتمع. لالا سلام، شفناك في هاد الورشه ديال في صالة الخياطة، شنو اللي خليك انك تختاري تخلي الأسرة والدار وانك تجي تبداي الدراسة من جديد؟ بارك الله فيك، مرحبا بكم عندنا. بروميرمون شنو اللي خليني نخلي، انا ما خليتش الالتزامات ديالي، انا بالعكس هذه اوبورتونيتي كنوفق بين كنكمل الالتزامات ديالي. تعلمنا قبل ما كناش نعرفوا حربنا الاميه ديال الفصاله والخياطه غراس الاستاذه ديالنا ما شاء الله عليها، تتعطينا المعلومه وتتبعنا في التطبيق ما شاء الله عليها، والحمد لله درنا الاكتفاء الذاتي ديالنا، كنلبسوا من حوايجنا من الفصاله ديالنا الحمد لله. دونك ما خليتش الالتزامات ديالي، بالعكس كملت الالتزامات ديالي. لالا سلام، شفناك اليوم انت من المستفيدات من هذه الورشه ديال الفصاله، بغيناك تقول لنا شنو اللي يخلي مرأة يعني وصلت، يعني انها وصلت واحد السن ولكن كترجع عاوتاني انها تبدا التكوين ديالها من الاول. بغينا نتعلموا شي حاجه نزيدوها في راسنا، نستافدوا منها ونعاونوا راسنا زعما بها. ايوا استفدنا بزاف د الحاجات درناهم، زدينا في راسنا في صاله الخياطه الطرز، تعلمنا بزاف د الحاجات باش نعاونوا بهم راسنا وفي المستقبل ان شاء الله نكونوا شي حاجه. سي هشام، بغيناك توضعنا امام الصوره تاع هذا الفضاء والقيمه ديالو المضافه، شحال من واحد كيستافد منه، وشحال تقريبا الثمن الرمزي اللي عاملين ليه، واش كاين هناك مواكمه ما بعد هذا التكوين؟ اولا القيمه المضافه ديال هذا المشروع هو ان هذا المرفق، وبعد ما انهت المبادره الوطنيه للتنميه البشريه الانجاز ديالو سلم للمديريه الاقليميه التي ادرجته في اطار المؤسسات النسوية ورياضة الأطفال التابعة لوزارة الشباب والرياضة، ومن بحيث أنه عدد المستفيدين من جميع الشعب الموجودة بالمركز هما 88 مستفيدة تستفيدوا من تكوين نظري وتطبيقي في مجالات الطبخ والخياطة والفصالة والحلاقة، وتجتازوا سنتين من التكوين اللي تمكنهم بعد نهاية التكوين من حيازة واحد الدبلوم اللي تسمح لهم إما بولوج سوق الشغل مباشرة أو بإنشاء تعاونيات ومشاريع خاصة. لالا، شفناك جاية تاخذي بنتك، شنو خليك تجي أنك تسجليها هنايا في هذا الروض اللي تابع النادي النسوي؟ قلنا لك شنو الأسباب؟ جيت هنايا على حساب هنايا زوينة، خصني نمشي لبلاصة أخرى، هادشي علاش جيت من هنايا. زوين فيه مثلا؟ زوينة فيها المعلمة ديالها، زوينة فيها كيعلموا الدراري، قلت لي كلمه زوينات وكل شيء زوينه، هادشي علاش جيت هنايا. شنو القيمه هاد المراكز هكذا وهاد الرو ديال الاطفال بالنسبه لكم انتم يا الساكنه ديال العامات مقاطعات حي الحسن؟ مزيانين، هما بحالهم بحال المدارس الاخرين، لا في المقابله لا في كل شيء، وكيقريوهم زعما مزيانين والثمن مناسب الحمد. ماشي تخلصي على الوليدات ديالك؟ انا البنيه ديالي صغيره، كدخلت هذاك العام 4000 ريال وهذا العام 4000 ريال لان باقا صغيره، هذاك العام كان عندها عامين وهذا العام 3 سنين. كيف كتشوف نوفل على ان
الخروج ديال الوليدات الصغار من الروض بعد انتهاء الحصة المسائية. تقريبا 150 طفل اللي كيستافدوا من هذا الروض هذا بأثمنة رمزية، تقريبا 150 درهم للطفل. وكيف شفتوا الفضاء مجهز بالكامل وكذلك وفق المعايير ديال المؤسسات اللي قدرنا نقارنوا المؤسسات الخصوصيه، اللي كما جاء على لسان احد السيدات اللي قالت لك على ان ممكن اذا خرجت ولدها من هنا اللي كتخلص عليه 150 ممكن تخلص عليه حتى 700 درهم في المؤسسات الخاصه. وهذا مشروع للمبادره الوطنيه للتنميه البشريه بتنسيق مع وزاره الشباب والرياضه المشرف على هذا المشروع. كان معكم عصام العباري من عمالة المقاطعة الحي الحسن.